من وقت ما بلشت الأزمة الاقتصادية بلبنان وبعدها أزمة الكوفيد 19، كتار من اللبنانيين رجعوا على أراضيهم وعلى ضياعهم، وفي ناس كتير بلشت تزرع وبلشت تفكر جديا بمشاريع زراعية أو تصنيع غذائي، خصوصي أنه موضوع الاستيراد صار صعب والعالم صارت عم تبرم على منتجات محلية تكون أسعارها مقبولة ونوعيتها منيحة. من هون صار في ناس كتير تسأل عن التعاونيات، هالكلمة يلي يمكن كلنا بضياعنا بنسمع فيها انه في عنا تعاونية، بس كيف بتشتغل هالتعاونية؟ شو الإفادة منها؟ كيف فينا نأسس تعاونية؟ لنبلش أول شيء انه التعاونيات موجودة بأغلب بلدان العالم وكافة القطاعات، من زراعة لتغذية لتمويل لرعاية صحية لاستهلاك، وبحسب الأرقام التعاونيات بالعالم بتضم حوالي 1 مليار شخص، يعني بفرنسا مثلا التعاونيات بتأمن أكثر من 1 مليون وظيفة، باليابان 93% من المزارعين هن أعضاء بتعاونيات، بإيطاليا 50% من التصنيع الغذائي بتقوم فيه تعاونيات، يعني حتى أمريكا أم الرأسمالية بالعالم فيها تقريباً 30,000 تعاونية و 28% من إنتاجها الزراعي هو بإيد التعاونيات. شعار التعاونيات هو النحلة كدليل على العمل الجماعي، لأنه النحلة لوحدها ما فيها تعمل عسل، بدها تتعاون مع كل أعضاء الأفير ليقدروا ينتجوا. لنرجع على لبنان، أول تعاونية تأسست سنة 1937، بس قانون التعاون يلي بينظم عملها صدر سنة 1964، وصار في عليه تعديلات بال 72 وال 77 وال 83. اليوم بيبلغ عدد التعاونيات حوالي 1240 تعاونية موزعين على كل المحافظات، حوالي 51% من هالتعاونيات هن تعاونيات زراعية، وحوالي 27% منهم هن تعاونيات تصنيع غذائي، والباقيين بيتوزعوا على تعاونيات نحل، أسماك، تعاونيات الإسكان وتعاونيات الاستهلاك. التعاونيات تتبع لإدارة التعاون أو مديرية التعاونيات بوزارة الزراعة، في إلها مراكز بالمحافظات لتسهل عمل التعاونيات. وقت نقول 1240 تعاونية هالرقم كبير، بس عدد كبير من هالتعاونيات ما بتشتغل. بالفترة الأخيرة دائرة التعاون بلشت ورشة لحل التعاونيات اللي ما بتشتغل أو ما بتقدم ميزانيات، وعم يشتغلوا على مشروع اسمه رائدات الريف يلي بيدعم تأسيس تعاونيات نسائية تكون فعالة وتكون بتشتغل. العمل التعاوني بلبنان بيعاني من كتير مشاكل، أهمها أنه ما في سياسات، ما في برامج لتطوير العمل التعاوني، في غياب للإرشاد، قانون العمل التعاوني صار قديم وما صار عليه أي تحديث، ونسبة انتساب الشباب للتعاونيات شبه معدومة. بس من ميلة تانية، التعاونية فيها تكون محرك للتنمية المحلية ورافعة اقتصادية مهمة للأرياف، خصوصي أنه تأسيس التعاونية ما عليه أي رسوم مالية، والتعاونية هي شخصية معنوية فيها تستورد، فيها تصدر، معفية من كتير رسوم، فيها تقترض، تستلف من مؤسسات مالية، فيها تتسجل بغرف التجارة أو بوزارة الصناعة، وكمان فيها تستفيد من المساعدات المالية والتقنية الدولية اللي بتقدمها الجمعيات المحلية والدولية. أهم مبادئ العمل التعاوني هو أنها تطوعية، والعضوية فيها مفتوحة لأي شخص بغض النظر عن جنسه، دينه ولونه. كل فرد بحق له ينتسب لتعاونية بشرط أنه يتحمل مسؤولية العضوية. المبدأ الثاني المهم بالتعاونيات هو مبدأ الديمقراطية، وأنه كل عضو بهالتعاونية إذا مستوفي الشروط له صوت بالتعاونية بيقدر ينتخب ويعطي رأيه. إذا بدنا نبلش بكيف منأسس تعاونية، أول شيء بدنا أقله 10 أشخاص يعبوا طلب بيسموه طلب الإنشاء، وهذا الطلب بيكون موجود على موقع وزارة الزراعة أو موجود بدائرة التعاون بالمحافظات، معصورة عن بطاقات الهوية أو إخراجات الأيد للي طالبين التأسيس، بالإضافة لإفادة من المختار تثبت أنه هالأشخاص اللي بدهم يأسسوا هالتعاونية موجودين ضمن هالنطاق الجغرافي وبيتعاطوا عمل بيتماشى مع هالتعاونية اللي بدهم يأسسوها، بالإضافة لدراسة اجتماعية عن المنطقة اللي ناويين نأسس التعاونية فيها. ومن ضمن طلب الإنشاء بيكون في توزيع للأسهم حسب كل شخص قديش استثمر بهالمشروع، بالإضافة وهيدا الأهم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع يلي هالتعاونية بدها تعمله، بتبين قديش كلفته الاستثمارية، كلفته التشغيلية والعائدات تبعوله، وكيف هالمشروع بده يغطي الأكلاف. كل هالمستندات والدراسات بتتقدم لمديرية التعاونيات للدرس والنظر فيها، وهون
وقت يتوافق على تأسيس التعاونية بتصير دائرة التعاون تابع الخطوات اللاحقة من انتخابات لمجلس إدارة وباقي التفاصيل. هون ضروري نذكر مرة جديدة إنه هالخطوة ما بيترتب عليها أي بدلات أو رسوم. لضروري نعرفه بهالمرحلة إنه ما فينا نأسس تعاونية بمنطقة أو ضيعة موجود فيها تعاونية عند نفس الهدف إلا المناطق يلي بيزيد عدد سكانها عن 20,000، وإنه هالتعاونية اللي بدنا نأسسها لازم يكون عندها اسم بيعبر عن صفتها، يعني هل هي تعاونية زراعية، هل هي تعاونية تصنيع غذائي، هل هي تعاونية إسكان، وبتحدد كمان نوع عملها، هل هي تعاونية للزيتون، تعاونية للحليب، تعاونية للنحل، ولازم يكون دايما مركزها الرئيسي ضمن هيدي المنطقة. بالآخر لكل الشباب اللي طامحين يبقوا بأرضهم ويستثمروا بضياعهم، تبقى التعاونية هي الحل الأمثل، ويلي فعليا إذا اندارت بالشكل الصحيح مثل أي شركة أو مؤسسة خاصة قادرة تحقق أرباح وقادرة تحل جزء من المشاكل يلي بيعاني منها قطاعنا الزراعي. وبلبنان في كتير قصص عن نجاحات لتعاونيات، منها تعاونيات عم تنتج أفضل أنواع الزيوت، تعاونيات قدرت وبمساعدة منظمات دولية تصدر منتجات على أوروبا، وفي تعاونيات قدرت تخترق السوق اللبناني بمنتجاتها وعم بتحقق عائدات كبيرة.